حتى تقديس البيعه. نسمع بالانجيل هالنص اللي بتختاره الكنيسه المارونيه تنبلش فيه سنتنا الطقسيه: يا بطرس اتحبني؟ طبعا من خلال كل هالسنه الطقسيه باعيادها وبازمنتها نحن بنكون عم نسعى ان نحب الله اكثر ونقرب منه اكثر. اكيد المحبه هي الوصيه الاولى والاهم بالانجيل، هي اساس حياتنا المسيحيه. طبعا حتى يسعد عينا ان نحب كل الناس حتى اعدائنا، نحبهم بقلبنا، نشوف فيهم اخوتنا. ننتبه انه اللي بيربطنا بالناس اذا كانوا قريبين لنا بنشوف فيهم اخوه لنا بالايمان، واذا كانوا بعاد هن اخوه لنا بالانسانيه. هيك انا بقدر احب عدوي، لاني بشوف فيه خي بالانسانيه مهما كان، بشوف فيه صوره الله اللي بعده الله بيحبه، اللي تجسد كرماله، مات كرماله، سفك دمه تحت لي خلصه. هيدا جوهر ايماننا واساسه. ولكن انجيل اليوم بهالسؤال لثلاث مرات بكرره يسوع: يا بطرس اتحبني؟ يسوع عم بيعلمنا مفهوم جديد، خليني اقول، للمحبه. لانه بالنص الاساسي اللي هو انكتب باللغه اليونانيه بثلاث مرات ما بيستعمل الانجيلي ذات الفعل اليوناني لفعل احب. اول مره ليسوع عم يسال بطرس اتحبني بيستعمل فعل فيليو، واللي معناته المحبه بالقلب مثل ما هلا كنت عم بشرحها. ولكن بالسؤال الثاني يسوع بيقول له لبطرس اتحبني، وبيستعمل فعل اخر وهو فعل اغاباو اللي بيدل مزبوط، هو بيترجم احب، مشان هيك بنشوفه بالعربي ثلاث مرات اتحبني، بس هو بيحكي عن محبه عمليه تطبيقيه. تقدر وصلكم الفكرة؟ نحن حتى اليوم بحياتنا الرعوية بنستعمل هيدا الفعل بطريقة مهضومة. بتنتبهوا كتير أوقات وقت اللي بيكون عندنا لقاء صلاة، لقاء تنشئة، الأبونا بيقول بعد اللقاء رح نعمل مع بعضنا ميدة المحبة، وبيقول وبيسميها أجابي. بالأجابي اللي هي مشتقة من فعل أجاباو اليوناني، كل واحد منا بيحضر أكلة طيبة بيعرف يعملها وبيجي وبيقدمها بيشارك فيها مع الباقيين. أجاباو لكن هو فعل محبة عملية، محبة المشاركة. يسوع لكن بالسؤال الثاني منه عم بيكرر سؤال هيك بس تيكرره، عم يقول له لبطرس محبتك لإلي بالقلب بس ولا مستعد انك تحطها بالتطبيق؟ هل موقف لازم يذكرنا كمان بمطرح يسوع قالنا: ليس من قال لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل أعمال أبي. المحبة تتكون محبة مسيحية ما بيكفي تكون بالقلب، مفروض تكون محبة بالعمل. روح صوب إخوتي واتشارك أنا وياهم. لذلك ببداية السنة الطقسية الكنيسة بتنقي هيدا الإنجيل تحتيلي أنا اليوم أسأل حالي: محبتي مسيحية عن جد ولا أنا بس محبة عاطفية؟ أخوتي ما بيكفي أنا أحب الله والقديسين وأتعبد لهم، وحتى ما بيكفي أني صلي لهم. أنا تكون محبتي مسيحية بدها تصير شيء تطبيقي. ولذلك ببداية السنة الطقسية عم نقرأ هذا الإنجيل تكل واحد منا اليوم يرجع يشوف كيف بده يطبق. والرعية اليوم بتقدم لنا كل الإمكانيات تحتيلي أنا وياكم كل واحد منا حسب الموهبة اللي الله عطيني إياها أقدر استثمر وزناتي. الحركات الرسولية، مراكز التنشئة، الجمعيات الخيرية، كل النشاطات اللي منعملهم هني فرصة ذهبية لكل واحد منا تحتيلي يطبق وصية يسوع. لذلك أنا اليوم لازم أسمع بدينتي
ببداية هالسنة يسوع عم يتوجه لي وعم يسألني أتحبني؟ أتحبني عن جد محبة مسيحية؟ فإذا لازم تنزل على الأرض. وهيك فيني أختم وأقول التزامنا بالرعية منه منية أنا بقدر أقدمها لله، لا، هو بالحقيقة فرصة يسوع عم يعطيني إياها والرعية والكهنة عم يقدموا لي إياها تأنا أقدر أتقدس وحقق أهم مشروع بحياتي إني أوصل لملكوت السماء. أمين.